ولنقاش تفاصيل مؤتمر دول الجوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة الحالي في العراق مصطفى الكاظمي، وسيعقد في بغداد السبت. نتابع هذه التفاصيل مع ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، حياكم الله. أهلا بك أستاذ مصطفى. ما أبعاد وتحديات مؤتمر بغداد الإقليمي الذي ينتظر أن يعقد السبت المقبل؟ هذا المؤتمر هو جزء من حملة دعاية وعلاقات عامة ولا قيمة له في الحقيقة. هو مؤتمر فاشل قبل أن يعقد. الحقيقة هذا المؤتمر من الواضح أن الداعي له والقائمين على شؤونه على قدر كبير من الجهل بكل معاني البروتوكول في ترتيب وتنظيم المؤتمرات بهذا الحجم. فمن جهة يتحدث يعني لا يوجد مؤتمر بهذا المستوى، مؤتمر قمة كما يزعمون، وطبعا لم تحدد الدول حتى الآن مشاركتها لا بالقبول أو الرفض ولا بمستوى المشاركة. لحد الآن لا توجد يعني معلومات حول هذا الموضوع، ولكن في كل الأحوال هم يتحدثون عن مؤتمر قمة، ولا يوجد مؤتمر قمة لا تحدد أجندة أعماله مسبقا. فيما يتحدث أو يصرح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر نزار الخير الله الوكيل الأقدم لوزارة خارجية النظام أنه لا توجد أجندة وأن الحضور هم من سيحدد اتجاهات المؤتمر. هذا أمر خارج كل أنواع البروتوكول التي لم عرفناها طيلة عقود من متابعة العمل في مؤتمرات بهذا الحجم. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، المتحدث الرسمي أيضا يتحدث أن القضايا الخلافية لن تثار في هذا المؤتمر، وفي نفس الوقت تتحدث القناة الرسمية الناطقة باسم النظام عن إمكانية معالجة الأضداد أو مصالحة الأضداد في هذا المؤتمر. هناك تخبط كبير في المسألة الإعلامية وفي الجانب السياسي، والدول التي تبحث عن استثمارات يجب أن تؤمن وضعها في الداخل، ومن يتحدث عن حوار سياسي بين دول المنطقة عليه أولا أن يؤمن حوارا بين أبناء الشعب الذي يتحكم بشؤونه. في هذا السياق أستاذ مصطفى، كيف يفسر إصرار الكاظمي على انعقاد هذا المؤتمر رغم الأوضاع والظروف السياسية والأمنية الصحية والإنسانية الصعبة التي يمر بها العراق؟ أنا قلت أن هذا جزء من حملة علاقات عامة ودعاية، وأعني بذلك تلميع وجه النظام ومحاولة إبرازه كعامل استقرار أو عامل مبادرة نحو الاستقرار في المنطقة، في حين يعني الجميع يعرف طبيعة النظام اللاشرعية وإجرامه بحق العراقيين، سرقات المستمرة، يعني كل أنواع الإجرام يمارسها. هذا هروب إلى الأمام الذي كما قلت وقبل أن تطرحي حضرتك السؤال، الذي يريد أن ينشئ حوارا أو ينظم حوارا بين دول المنطقة، عليه أولا أن يعالج المسائل الخلافية البالغة الأهمية في البلد الذي يتحكم بشعبه وبمقدراته، لا أن يترك الملايين بين مهجر ونازح ومجتث، وهناك الملايين الذين خرجوا رافضين له مطالبين بإسقاطه، إسقاط نظامه. يعني كيف يمكن لنظام بهذا المستوى من التهري على كل المستويات وفي كل الصعد أن يعقد مؤتمرا للحوار وللاستثمار ولمعالجة مشاكل المنطقة؟ يعني هناك كما قلت تخبط كبير وجهل كبير في التنظيم وفي الإعداد وفي الأجندة وفي كل شيء.
إلى أي مدى اتفق الكاظمي مع الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر على الحد من الدور الإيراني في العراق من خلال هذه المشاركة التي ستكون على مستوى دولي وإقليمي؟ لا يوجد على الإطلاق أي معلومات عن المجالات التي أو النقاط التي ستبحث في هذا المؤتمر. وكما قلت يعني الناطق الرسمي باسم المؤتمر يتحدث عن عدم وجود برنامج للمؤتمر، وهذه يعني مسألة كارثية في الحقيقة. ولكن أنا لا أعتقد أن موضوع يعني المواجهة مع إيران سيطرح. الذين سيحضرون هذا المؤتمر الدعائي يعني ليس في واردهم مواجهة إيران. الذي يريد أن يواجه إيران لا يدعم حكومة الكاظمي التي هي ممثلة من يعني أو ممثلة لإيران وأداة من أدواتها في المنطقة، ويعني الجميع يعرف حتى الأطفال في العراق يعرفون، فكيف بدول ولديها أجهزة أمنية واستخبارية ووزارات خارجية؟ الجميع يعرف أن تنصيب مصطفى الكاظمي لم يأتي إلا بأوامر من إسماعيل قاآني. نعم. وأن الميليشيات الإيرانية الإرهابية هي من تتحكم في العراق بكل شؤونه وبكل مفاصل الحياة فيه. فلذلك يعني موضوع مواجهة إيران لا مجال له في هذا المؤتمر. كيف يمكن قراءة الموقف الفرنسي من المشاركة في هذا المؤتمر ممثلا بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والذي أعلن عن زيارته للموصل وكردستان العراق في ظل الظروف الأمنية الحالية والحديث عن تجهيز قوات أمنية أوروبية لمواجهة تهديدات الأمنية في المنطقة تحديدا في العراق؟ يعني لا أدري إن كان ماكرون يعني باحثا عن دور سياسي في المنطقة. هذه يعني خطوات لا تليق بدولة مهمة مثل فرنسا. هذا يعني حقيقة فرنسا لا يجوز أن تدخل في بحجم دولة مثل فرنسا لا يجوز أن تدخل في حملة دعاية ومؤتمر للعلاقات العامة ينظمه نظام فاقد للشرعية وغير قابل للحياة وغير قابل للاستمرار. يعني هذا الدور حقيقة لا يليق بفرنسا بصرف النظر عن كون رئيسها ماكرون أو أي شخص آخر. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.